بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. سنكسار اليوم 21 من شهر طوبى المبارك، نياحة والدة الإله القديسة مريم العذراء، نياحة القديسة إيلارية ابنة الملك زينون. في هذا اليوم من سنة 48 ميلادية تنيحت القديسة الطاهرة مريم العذراء والدة الإله، حيث عاشت بعد صعود ربنا يسوع المسيح إلى السماء في بيت القديس يوحنا الحبيب 15 سنة. كانت تتردد على القبر المقدس كثيرا وتصلي هناك، فعلمت بالروح القدس بموعد انتقالها ففرحت، فاجتمع الآباء الرسل فباركتهم السيدة العذراء، ثم جاء السيد المسيح بنفسه مع ملائكته القديسين واستلم روحها الطاهرة وصعد بها إلى السماء. أما جسدها الطاهر فكفنه الآباء الرسل وحملوه إلى الجثمانية ليدفنوه في جبل يهوشافاط، وفي الطريق حاول أحد اليهود منعهم من ذلك وأمسك بالتابوت فانفصلت يداه عن جسده وبقيتا معلقتين، فندم وبكى على سوء فعله، وبتوسلات الآباء الرسل القديسين عادت يداه كما كانت، فآمن لوقته بالرب يسوع. ثم أكمل الرسل سيرهم حتى وصلوا الجثمانية ودفنوها هناك بإكرام جزيل، وكانت سنو حياتها على الأرض نحو 60 عاما. شفاعتها المقدسة فلتكن معنا آمين. وفي أيضا من سنة 513 ميلادية تنيحت القديسة البارة إيلارية الناسكة ابنة الملك زينون. ولدت هذه القديسة في أواخر القرن الخامس، فرباها الملك زينون هي وأخت لها اسمها ثأوبستة تربية مسيحية حقيقية، وكانت إيلارية كثيرة الميل إلى البتولية، لها اشتياق للرهبنة ولم ترد أن تذهب إلى أحد أديرة العذارى القريبة من القسطنطينية لعلمها أنها لن تقبل هناك خوفا من أبيها، وكانت تفكر وتصلي كثيرا ليدبر الرب حياتها. تزيت بزي الرجال وسافرت في سفينة إلى الإسكندرية، ثم قصدت الإسقيط حتى وصلت إلى دير القديس مكاريوس الكبير وتقابلت مع الأنبا بموة وأخبرته عن قصتها وطلبت منه أن يسمح لها بالإقامة عنده، فقبلها راهبة وأسكنها في مغارة بعيدة عن الدير، حيث ظلت بها 15 سنة تتعبد بنسك شديد. وكان الأنبا بموا يفتقدها بين حين وآخر، أما هي فلم تأتي إلى الدير إلا للتناول من الأسرار المقدسة. ولما لم تظهر لها لحية سموها إيلاري الخصي. حدث أن اعترى أختها الصغرى شيطان رديء فأرسلها الملك إلى البرية ليصلي لها الآباء الرهبان ببرية شيهيت. فلما وصلت إلى الدير صلى لها الرهبان أياما كثيرة فلم تبرأ، وأخيرا سلمها للراهب إيلاري الخصي ليصلي لها، فأخذها وظل يصلي حتى برأت، ثم أحضرها إلى الشيوخ فأرسلوها إلى الملك سالمة، ففرح بقدومها وسألها كيف برأت وكيف كان حالها في شيهيت، فقالت له أن القديس الذي أبرأها بصلاته كان يعانقها ويقبلها كثيرا. فلم يسترح الملك لسلوك الراهب إيلاري تجاه ابنته، فأرسل إلى شيوخ البرية قائلا أرسلوا إلي القديس إيلاري ليبارك المملكة، فأرسلوه. فلما وصل اختلى به الملك والملكة وسألاه كيف كنت تعانق وتقبل الأميرة،
فقال لهم الراهب: أحضر لي الإنجيل وتعهد عليه أنكما لا تعيقاني عن العودة إلى البرية إذا قلت لكما الحقيقة. فلما تعهد له بذلك قال: أنا ابنتكما إيلارية. ففرح الملك والملكة وكل القصر الملكي، وظلت في القصر شهرا من الزمان، ثم أرادت العودة إلى شهيت، فلم يرد والداها أن يطلقاها إلا بعد أن ذكرتهما بالتعهد. فكتب الملك إلى والي مصر يأمره بأن يقدم للدير كمية كبيرة من القمح والزيت وكل احتياجات الرهبان سنوية. واهتم الملك بعمارة البرية، وأنشأ بدير القديس مكاريوس حصنا عظيما لا يزال قائما إلى الآن. وبعد رجوع إيلارية إلى البرية عاشت 12 سنة مداومة على النسك والعبادة، ثم فاضت روحها الطاهرة فصلى عليها الرهبان ودفنوها بإكرام جزيل. بركة صلواتها فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا، آمين. دفنار، اليوم 21 من شهر طوبى المبارك، نياحة العذراء مريم والدة الإله. حواء التي قد أغوتها الحية حتى أنها أكلت من ثمرة الشجرة، ولما صار عليها الحكم أنك تلدين الأولاد بوجع القلب، رأى الله أيضا أن جنس البشر قد قوي عليه الشيطان، فأرسل ابنه لكي يخلص العالم وينقذ آدم وكل أولاده. إن هذه العذراء ابنة يواقيم صارت مسكنا لله الكلمة من أجل طهارتها وبتوليتها، وليس مختار يشبهها، لأن ابن الله لما تحنن على جنسنا طأطأ السماوات ونزل إلى الأرض ولاهوته منبثق منه كشعاع وتجسد من والدته، فصار بطن مريم مسكنا لله وولدته في العالم وهي باقية عذراء. ولو اجتمع كل الحكماء لم يبلغوا حد كرامة مريم، فلهذا نحن نسجد أمامها ونطلب إليها كي تصلي عنا، ونسأل ابنها وحيدها ليصنع معنا رحمة ويغفر لنا خطايانا. ونحن نسأل ونطلب أن نفوز برحمة بشفاعتك عند محب البشر. السلام لك يا مريم العذراء القديسة، السلام لوالدة الإله النور الحقيقي، السلام للعذراء المرتفعة على السماء والأرض، السلام لينبوع الماء التي تروي العطاش، السلام لك يا مريم العذراء غير الدنسة، السلام لأم الله وأمته معه، السلام للقبة الثانية التي للابن، السلام لمسكن الله الكلمة، السلام للعذراء التي حملت المخلص حتى خلصنا من خطايانا، السلام لهيكل الروح القدس، السلام لإكليل فخر اجتماعنا، السلام للتي أضاءت المسكونة التي ربيت في هيكل الله، السلام للفردوس المقدس الناطق، السلام لشجرة الحياة التي لها عدم الموت، السلام للحقل الطاهر الذي باركه الله، السلام لكرم رب الصاباؤت، السلام للقضيب المقدس الذي للشهادة، السلام لشجرة الزيتون المغروسة في بيت الرب، السلام للأصل الطاهر النبوي، السلام للإكليل الرسولي غير المضمحل، السلام للتي ولدت الله الكلمة مخلصنا يسوع أتى وخلصنا. ونحن أيضا نسأل أن نفوز برحمة بشفاعتك عند محب البشر. اجتمعوا اليوم أيها الشعوب أولاد الكنيسة لنمضي إلى أورشليم ولننظر هذه الأعجوبة العظيمة، لأن مريم أم مخلصنا وملكة النساء في بيت يوحنا التلميذ الطاهر، والرسل الأطهار إكليل على رأسها، وجميع العذراء يبكون قائلين: اليوم صرنا أيتاما. فطلبت من ابنها الحبيب طلبة قائلة:
أريد منك يا رب أن لا أنظر مخافة الموت. فقال مخلصنا يسوع متكلما مع أمه مريم قائلة أن الموت هو انتقال لبني البشر، فأما أنت فلا تخافي يا مدينة المباركة، لأني أنا سحقت شوكته من قبل حضوره إليك. يسوع ابن الله الحي نزل من السماء مع ملائكته المقدسين وطغمات العلويين، وأتى بملابس من العلاء لكي يكفن بها جسد مرت مريم العذراء، وهو ذا أغصان السعف المختار من الفردوس قد أحضره المسيح معه لكي يرتلوا أمامها مع داود قائلين: قامت الملكة عن يمينك أيها الملك، ملتحفة مزينة بثوب موشى بالذهب. كل اللغات التي للسمائيين الخدام غير المتجسدين يسبحون أمام العذراء حتى تصل إلى حيث ابنها الحبيب. الشيروبيم يسبحون أمامها، والقوات يرفعونها ويسجدون لها لأنها أرفع منهم. وآباؤنا الرسل قد صارت لهم أما في أيام حياتها بعد صعود ابنها، وأما نحن الشعوب أولاد الكنيسة نسأل ونطلب إليها كل أيام حياتنا لتطلب من ابنها عنا في يوم تذكارها ليجعلنا له بنين مع أبيه الصالح. اطلب من الرب عنا مع القديسة إلارية لكي ينعم لنا بمغفرة خطايانا.